يعني دور المجموعات كله ماشيين فيه، حاطين ايدينا على قلبنا وقاعدين نحسب الحسابات ونقول لو مش عارف ايه، ولو وهجوم وانتقادات، ورغم ان ظروف صعبه مرت بيها الفرقه. شفت ازاي ماتش القطن؟ وايه الجديد؟ يعني ايه الجديد اللي شفته لفت نظرك في مستوى الاهلي، في اداء الاهلي، مستوى فردي، مستوى جماعي في مباراه القطن الكاميروني اللي انتهت بنتيجه 4 للاهلي؟ قبل بس ما نتكلم على ماتش القطن، طبعا مبروك للاهلي. احنا كان عندنا فرصتين، الفرصتين دول بايدينا. في فرصه احنا بتهيألي خلاص خلصناها بتاعت القطن، والفرصه بتاعت يوم 31 بتاعت الهلال. مظبوط. في فرصه كانت مش بايدينا اللي هي بتاعت النهارده، وواضح ان يعني ربنا ان شاء الله كتب لنا حاجه كويسه، باين جدا. انا شفت يمكن زي ما قلت لحضرتك اجزاء من المباراه. الهلال وسان داونز. يعني بص، انا كنت حاسس في الماتش في ناس عايزه تكسب من سان داونز، وفي لعيبه عادي الموضوع بالنسبه لهم مش انا شفت سان داونز بيلعب على الواقف. بالظبط. الموضوع ما كانش مش ده سان داونز اللي لعبناه خالص يعني. لكن هي دي المشكله، ان انت لما بتتحط في ازمه وبتبقى الموضوع مش بايدك بيحصل الحاجات اللي مش ظريفه دي اللي احنا مش متعودين عليها. لكن ماتش القطن نرجع له تاني بصراحه، رجوع ثقه للعيبه وللجهاز وللجماهير طبعا. 4 ده نتيجه مش قليله خالص، ان انت اكبر بتلعب اكبر فوز حققه الاهلي في تاريخه في بطوله دوري الابطال بره طبعًا ملعبه. طبعا بره ملعبه، ومن فتره طويله جدا. يمكن فكره ان حد جيمان كهربا جاب برضو هاتريك، طبعا هاتريك ده من زمان، يمكن ايام كابتن حسام يمكن كان اخر حد عملها بره. فطبعا دي مكاسب كتيره جدا. والله انا مش فاكر اخر هاتريك كان جوه ولا بره كان امتى بصراحه. كان فاكر؟ كان جوه حسين الشحات اظن، كان في اطلع بره. وقبليه كان بره بقى لما كابتن حسام حسن زمان بقى. تمام. لكن ذاكرتك قويه يا ابو حميد. الحمد لله يعني بنقرا كتير. فالفكره كلها يعني، واعتقد وليد ازارو بيتهيألي من اللعيبه اللي جابت، اعتقد يعني بس جوه اظن مش بره، هاتريك جوه. يا فكره بره دي اللي بتهيألي كان كابتن حسام اخر حد، الله اعلم يعني. ماتش الترجي هنا ولا النجم مش فاكر، الترجي مش فاكر بالظبط. هيجيبوا لنا المعلومه حالا دلوقتي. لكن هي الفكره ان مكاسب كتيره جدا من الماتش، ان شاء الله نبني عليها كويس جدا للماتش الجاي. اهم حاجه في ماتش الهلال ده احنا مش عايزين عصبيه، مش عايزين قلق، مش عايزين الموضوع يوصل. أزارو هاتريك نجم ساحلي. هنا هنا هنا. فالفكره بس ان احنا نشتغل على الماتش ده صح، بدون عصبيه وبدون انفعال، وننسى خالص اللي حصل في الماتش الاولاني. انا شايف ان فرقه عاديه جدا، ليها مخالب وتقدر تاذيك، بس لو انت من بدايه الماتش زي ما انت قلت والموضوع في ايدك، وان انت تبقى عندك الدافعيه ان انت الناس دي مش هتيجي تاخد بونت ولا هتاخد اي حاجه، يعني هتاخد ان شاء الله تاخد سكور كمان. الموضوع هيبقى، انا شايف انه هيبقى مش بالصعوبه اللي كنا فيها من قبل ماتش سان داونز يعني مع الهلال. وفي كمان الاحصائيات ابتدت تنزل اهي، والارقام. خالد بيبو في سان داونز في نهائي افريقيا 2001 برضو هاتريك افريقي، كان هنا بس برضه. كان هنا في في القاهره. طيب عموما يا احمد، يعني الناس ما كانتش راضيه على مستوى الاهلي قوي في دور المجموعات. هل تراجع مستوى الاهلي مقارنه بالاهلي في بدايه الموسم له ما يبرره من وجهه نظرك؟ بص، ليه اسباب منطقيه؟ كنت مع حضرتك انا لو تفتكر من فتره، وايام ما احنا اللعيبه ريحت ورجعنا تاني، وقلنا الراجل لسه بادئ وبادئ كويس جدا في الدوري. لكن ده طبيعي ان انت لما تيجي تلعب مع انديه كبيره او مع مستوى اعلى شويه، الموضوع طبيعي ان يحصل كده. مش باللي حصل في ماتش سان داونز، او يمكن احنا كان شكلنا كويس جدا في كاس العالم للانديه، النتائج ما كانتش في الاخر كويسه، ولكن كان الاداء كويس. صحيح. وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان طول ما احنا بنبص على اداء الدنيا هتروح في حته كويسه. مشكلتنا في مصر ان احنا كلنا او معظمنا يعني بص على النتائج، حتى البرامج الرياضيه كلها نتائج، وبعدين بيقيم بنتائج. طب ما الراجل لسه جاي، والراجل شغال، والراجل كويس، المفروض احنا بنديله وقته لغايه ما نشوف هل طور الاداء الجماعي بتاع اللعيبه، هل اتطور اداء الفردي على المستوى الفردي. ده كله مش هيبان في اول راجل، لسه اظن لسه ما كملش 5 شهور. لكن انا شايف ان هو ماشي بخطه كويسه. عايزين بس الماتش الجاي مش فكره اداء وبس، لا، احنا عايزين النتيجه كويسه كمان عشان نقدر نطلع. وانا شايف ان شاء الله خروجك من المجموعه دي وصعودك ان شاء الله هتوصل لحته كويسه في البطوله.